وإن تدع مثقلة إلى حملها، وجا واحدة واحد متقل حمله من جنوب يوم القيامة، إذا قال له لأبو دخيلك احمل لي شوية جنوب عني لحتى يخف حملي، وإن تدع مثقلة، يعني نفس مثقلة بجنوب عامل جنوبك تقال من نوع الغليظ، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. إذا قلت لأبوك دخيلك يا أبي عاوني ساعدني خلصني يا مرتي يا ابني، ورد في بعض الآثار بأن يوم القيامة يأتي الزوج إلى زوجته بيقول له أنا شلون كنت معك؟ قال له أحسن زوج، شلوني أسأت إليك ما كنت أحسن شيء؟ قال له الآن عاوز منك غرض بسيط. شو هو؟ إلا حسناتي ناقصي حسنة واحدة، فبترجاك بحق الوداد وصحبة العمر الطويل وأنا أولادك أنقذيني من نار جهنم بحسنة لحتى أخذ علامات كاملة يدخلوني بالجامعة. هلا ما بشان علامة بسقط كمان بكرة بالفحص لدخول الجنة كمان بحسنة واحدة بسقط، فأهنيك بصير واحد يعطي حسنة من علاماته. فبيجي لعن مرته بذكرها ما شريت لك ألماس وما طوبت لك البيت واشتريت لك سيارة واشتريت لك طابق بناية وإيه شلوني طول عمري أساتي حسنة واحدة. قال له والله قديش اللي طلبته بسيط، بس أنا مع الأسف أنا مضرورة لهالحسنة أكثر منك، أنا كمان ما بعرف لسه ما زانوني حسناتي وسيئاتي، فبخاف تنقصلي حسنة هوي بالهاوي، فبتعمل معروف أنا بعتذر من هذا الطلب. بيقول عند ابنه يا ابني ما ربيتك أنا، ما صرفت عليك وبعتك لأوروبا وصرت دكتوراه واشتريت لك وجوزتك ومدري عطيتك، ناقصني من حسناتي حسنة واحدة وزايد علي سيئة بدي حسنة مقابلها لحتى ونص حسنة تطبش. بقول له والله يا أبي والله أنت كنت محسن وكنت ما في أحسن منك، لكن أنا كمان معرض للخطر أكثر منك لذلك ما بحسن بعطيك. وإن تدع مثقلة إلى حملها، مين يحمل عنك أو مين يعطيك أهنيك؟ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، يذهب إلى أخيه في الله. إذا قالوا أخ في الله اجتمعت قلوبهم على الله واستنارت قلوبهم بنور الله وتفانوا في الله وتزكت منهم النفوس وطابت منهم العقول وصلحت منهم الأعمال، بالله يا أخي في الله أنا ناقصني حسنة حسنتين دخيلك وهي الحساب، بس أنت صار حسابك لا أعطيني أنت بركي بيطلع حسابك زيد. يقول له خذ من حسناتي ما شئت، فأحسن ما أنا وأنت ندخل النار خلي واحد يدخل الجنة وأنا اتركني إلى رحمة الله. فبيأخذ، فلما ينظر الله إلى تحابهما وتراحمهما حيث فقد تراحم الآباء للأبناء والأزواج للزوجات، أما الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله لما يقول له أنا أعطيك في الله حبا في الله، لما الله ينظر إلى تراحمهما وتحابهما فيه بيجي النداء من العرش، لقد رأيت تحاببكما في وبذلكما في، خذ بيد أخيك وادخل الجنة بغير حساب، لا حسنات ولا سيئات.